طيب معالي الوزير، الدروس، الدروس داخل المساجد، شروط الدروس احنا والمقارئ راجعين الدروس القرآن. بكثافه بقى، يعني قبل كده كان الدرس مره في اليوم، احنا الدرس في المساجد الكبرى اللي هي زي مسجد الامام الحسين والسيده نفيسه والسيده زينب رضي الله عنهم اجمعين، ده يبقى فيه درسين، درس العصر ودرس العشاء وفق الجدول المنظم، من الاحد الى الخميس درس العصر، ومن الاحد الى الاربعاء درس العشاء. باقي المساجد يبقى فيها ثلاث دروس عصر وثلاث دروس عشاء، اضافه الى دروس الواعظات للسيدات بعد صلاه الظهر، اضافه الى مقارئ التحفيظ للسيدات من المحفظات المعتمدات للوزاره بعد صلاه الظهر، اضافه الى المقارئ القرانيه. المقارئ القرانيه قبل كده كانت بتبقى الائمه والحفظه فقط، احنا دي لا ده احنا بنعمل المقرأ يومين، يوم في الاسبوع بتاع الائمه اللي هي القديمه النظام اللي كان قائم، ويوم نفتحه للجمهور لمن يريد ان يقرا مقارئ القران من رواد المسجد.